صباح الخير يا جمهورية، صباح الخير يا إمبراطورية. سوري ماسح الكاميرا بس كده عشان أبقى طالع منور. بص يا جماعة، طبعا طمني حوارات يا أبطال يا جمهورية، إحنا عايزين صورنا الروتين وحسن باشا بيفك السلك. انا عايز اقول لكم ان انا النهارده قلبي مقبوض، انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل النهارده، انا حاسس ان انا النهارده في يوم مشاكل هتحصل، في وجع. بص يا جماعه، قبل اي حاجه دلوقتي احنا كلنا ندعي كده ان ربنا ان شاء الله يكرم حسن ويفك الجرح ويلاقيه ان شاء الله سليم وعافي ما فيهوش اي مشاكل يا رب، وتحطوا لايك للفيديو دوت علشان خاطر الفيديو دوت هيبقى فيه حاجات يعني تخوف، فاليوتيوب ممكن يحذف الفيديو. كل واحد دلوقتي لازم يحط اللايك للفيديو ويحط اللايك من تليفون تاني كمان ويكتب تعليق كويس ويدعي لحسن ان ربنا ان شاء الله يكرمه ويفك الجرح كده، وان شاء الله يلاقيه سليم معافي ما يلاقوش فيه اي مشكله. وعلى الله احنا النهارده هنروح نفك شاء الجرح. بص، هو شكلها هتبقى مقزز، مش عايز اوريها لكم بس انا هوريها لكم عشان كتير منكم عايز يشوفها، فان شاء الله مش هيكون في حاجه. احنا النهارده هنروح نفك السلك ان شاء الله. انا من ساعه ما اتعورت وانا بتمنى اليوم اللي انا هفك فيه السلك ده، لانه فعلا مؤلم جدا ومتعب جدا وصعب جدا، والنهارده انا بتمنى ان انا ما افكش السلك. وربنا يا رب ما يكتبهاش على اي حد يا رب، لان طبعا يا جماعه دي بتبقى حاجه بتقلم جدا، ان انت اصلا كمان تكون مش عارف تاخد دش او مش عارف تمارس حياتك الشخصيه. انا عايز اقول لكم ان انا داخل الحمام اذا كان بقى لاي غرض ايا كان مش عارف اتوضى، كمان ما بعرفش استحمى، لو انا باجي استحمى بلبس كيس واتنين وتلاته في ايدي شنط عشان خاطر ايه ما فيش ميه تدخل، لان لو ميه دخلت هنا هتنفخ. الدكتور كان قايل هجبسها لك لو جه عليها ميه. فانا عايز اقول لكم يا جماعه ان دي حاجه برضو تخلينا نعرف قد ايه نعم ربنا علينا عظيمه وجميله، يعني حاجه بسيطه قد ايه في الايد بتخلي الواحد. ان انت تقول الكلام ده عباره عن نظري حاجه، وان انا اقوله عملي حاجه تانيه، ان انت لما تحس الحاجه صعبه. فطبعا كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي ان كان صغير او كبير يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمه النظر، على نعمه السمع، على نعمه الحركه، على نعمه اي حاجه في جسمك كده، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله رب العالمين. كل واحد يحمد ربنا على النعمه اللي عنده دلوقتي ويدعي الحسن في التعليقات ويقول له ان شاء الله معافي يا حسن. نعمل تحدي حمام السباحه مع بعضينا، لان انا مش عارف اعمله من غيره. تعالى بقى عشان انا ايه، عايز افك الشاش ده قبل ما اروح المستشفى. طب ليه؟ ما الدكتور هيفكه. لا، ما انا لما باجي اغير على الجرح بلاقي ايدي منمله، فانا تبقى ايدي منمله ووجعاني ويجي يفك السلك اتنين في واحد. خلاص يبقى احنا دلوقتي يا جماعه هنفك الشاش عن ايد حسن، علشان خاطر هو بيقول ايدي بتبقى منمله، فاحنا دلوقتي هنفك السلك. بس اهم حاجه يا جماعه تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان خلاص هنوصل ل 3 مليون، هنعمل لكم حفله جميله جدا. انتوا بتحبوا الافراح بتاعتنا وبتحبوا حفلاتنا وبتحبوا فرحتنا، فاحنا عشان نشهيص مع بعضينا كده لازم نلاقي حجه اوريهم الجرح. بسم الله، قول ان شاء الله خير. ان شاء الله هتشوفوه ولا قلبكم ضعيف؟ بسم الله. بس افكه لك انا؟ لا، ما انا بعرف، انا خلاص اتعودت يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، مسترها يا رب. هتوريهم ولا هتبقى صعبه؟ كلهم يحطوا لايك قبل ما نصورها. لايك ايه يا عم؟ لا، عشان اليوتيوب ما يشيلش الفيديو. حط اللايك على الفيديو عشان خاطر اليوتيوب ما بيحبش الجروح والحاجات دي، فاليوتيوب ما يضطرش ان هو يشيل الفيديو. لو لقى نسبه الاعجاب على الفيديو دي كبيره خلاص مش هيشيل الفيديو، هيفهم ان الناس حباه. احنا حابين يا عم الجروح. وقول لليوتيوب ان ده جرح صغير. والله يا عم اليوتيوب هو الجرح صغير. بسم الله. بسم الله استر يا رب ان شاء الله خير. بس يا جماعه المنظر، انا عايز اقول لكم ان ده كده يعني هي شكلها متداري اصلا، بس خلاص بقى عشان شكل جسمهم بيقشعر دلوقتي. دي يا جماعه كانت عامله زي السندوتش المفتوح بالظبط، كانت مبينه العظم، فربنا يا رب ما يوريش حد فيكم حاجه وحشه. انا صباعي ده كان العظم بتاعه كان باين من جوه، من هنا العظمه دي كده كلها كانت باينه الحمد لله. بصي يا حمد كمان مزرقه ازاي من جنبها، في التهابات. ده كمان دي كانت بتبقى ورمه جامد. ده انا بس عشان منتظم على العلاج، انا في الاول خالص ما كنتش بقى منتظم، لان انا ما بحبش البرشام والعلاج والحاجات دي. لما لقيت ايدي بتورم جامد اللي هي كانت جامده كبيره قوي كده، بدات بقى ان انا خلاص انا لازم انتظم على العلاج، فالحمد لله. بص عامله ازاي. تعالى بقى دلوقتي عشان دلوقتي في حاجه مهمه قوي نفسي فيها بقالي كتير. تعالى معايا. نفسك في ايه؟ تعالى بس هقول لك دلوقتي. تعالى كده هجيب عليها ميه. لا لا، ما تحطش عليها ميه، اما الدكتور يقول لك. يا عم انا نفسي اغسليك بقالي كتير ما غسلتهاش. تعالى يا حبيبي، تعالى. طب همسح بس من حواليها عشان الدتير ما ينفعش، الدكتوره ما يقول لك حط عليها ميه، حط عليها افرض ما فكلكش السلك اصلا. تعالى يا حبيبي. اصل انا حاسس ان انا ايدي معفنه. تعالى يا حبيبي. ريحتها وحشه. تعالى تعالى. بقالها قد ايه؟ بقالها 15 يوم دي ما بص يا حسن. بص يا حسن، انت دلوقتي هتروح للدكتور صح؟ هو اللي هيديك التعليمات، هو اللي يقول لك هنفك ولا مش هنفك اصلا، ما ممكن يقول لك لا لسه ما قفلتش. لا بس هي الحمد لله باين عليها يعني اتقفلت هي ولمت. ما انت ايش عرفك؟ هو انت فاهم حاجه؟ هو انت دكتور؟
ايوه انا دكتور. انت مريض. انت دكتور قول لي انا مريض. انت دكتور. انا مريض. انا مريض عقلي. انت زبون. طب يلا بينا. يلا يا باشا. بس ايه ناخد الحاجات دي عشان نرميها ان شاء الله مش هلبسها تاني ولا هتحط على جسمي تاني، وخصوصا البتاعه دي مؤلمه جدا. بس هي ميزتها بقى انها تمسك لي الشاش والقطن والحاجات دي، لان انا من النوع اللي بيعمل حركه كتير فبتتزحلق من على ايدي، فدي تمسك لي الشاش بقى وبتلم لي الجرح كده. فان شاء الله دي مش هيكون لها استخدام تاني. استنى بس ايه نعمل الاوضه كده بريحه حلوه المناسبه عشان لما اجي ادخل تاني. معطر ريحته جميله. عشان لما اجي ادخل الاوضه تاني تبقى الريحه حلوه. يلا باشا. كمان يا جماعه ما تنسوش تقولوا لي رايكم في القميص والطقم الجديد اللي انا جايبه ده، بس انا مش عارف اوريكم البنطلون عشان خاطر ايه انا اللي بصور، لان ان شاء الله النهارده يا محمد ليك عندي مفاجاه. لو فكيت السلك ده وما اتوجعتش ولا حصل لي اي حاجه وبقيت حاسس ان انا مبسوط كده، هدلعك النهارده وهخرجك وهفسحك، لان انا نفسي اسوق. انا بقى كتير ما بسوقش العربيه. هتاكلني اكله حلوه يعني؟ هاكلك اكله حلوه اللي انا اختارها. كل حاجه كل حاجه. يلا ان شاء الله. بس ادعي لي بس ان انا ما اتوجعش في فك السلك. بص يا جماعه ان شاء الله من غير اي حاجه ومن غير ما يجيب لنا حاجه ومن غير ما يفاجئنا ان شاء الله ربنا يجعله معاك. وان شاء الله هيبقى زي القرد واحسن كمان من الاول. تعالى انت الباور اللي هيسوق. هو للاسف ما بسوقش يعني، نفسي اقول لك اقعد وهيسوق انا. بس على فكره انت ممكن تسوق عادي يا حسن. ما هو انا بسوق، بس انا بضطر اسوق بايدي اليمين، بس انا بحب ايدي الشمال اكتر، بتكون اسرع في السواقه. افرض مثلا انا لا قدر الله قابلتني حاجه بسرعه ومحتاج ان الرد يكون سريع. ماشي، ما انت تبقى ماشي على مهلك يعني، بس انا شايف ان السواقه مش مشكله يعني. لا يا حبيبي، ده في لا قدر الله ناس بتعمل حوادث بيبقوا ماشيين على 20 وعلى 30. تجرب تسوق انت؟ لا يا عم، بعد ما افك ان شاء الله افك السلك وبعد كده هسوق، بس يبقى مفيش وجع في ايدي. انا عايز اقول لك ان انا ايدي، عارف انت زي ما يكون في نمل ماشي عليها. حاسس ان في نمل ماشي على ايدي. اتفضل يا باشا. انا هقعد ورا؟ لا انا هقعد قدام. انا كنت عايز اعمل اللقطه بتاعت ان افتح لك الباب. يلا اتفضل يا باشا. طب استنى اقفل. يلا من الاول تاني مره. يلا اتفضل ساعات الباشا. يلا يا ابني بسرعه عشان مستعجل. يلا ودينا على الوزاره. بتحب تعيش الدور انت قوي. نفسي ازعق كده. ودينا على الوزاره. انت زل باللي هو صفوت يا ابني. انت مش معنى صفوت يعني، اشمعنى اخترت الاسم ده؟ مش عارف بقى، هو اللي جه على بالي. يلا احنا نتحرك دلوقتي يا جماعه، ودعواتكم بقى، دعوات كتير. عايزين نشوف بقى 10,000 تعليق كده بيقول لحسن ان شاء الله خير وسليم ومعافي ان شاء الله. بسم الله توكلنا عليك يا رب. يا دوب خرج بالعربيه بس وقال لي انزل يالا اقفل الباب ورايا. انزل يالا. لو صفوت مين يا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش خدنا اللقطه خلاص. انزل يا كلب. انت عارفين بقى حسنا مش بتشتغل قبولي فيه. انت عارفين احكي لكم على اليوم اللي انا اتعورت فيه التعوره دي. انا عايز اقول لكم ان انا في اليوم ده الحمد لله، انا وقت ما اتعورت كده اول ما ايدي اتفتحت انا ما كنتش حاسس بوجع خالص. انا شايف امي عماله بتصوت جنب مني، ومحمد وابويا بياخدوني يجروا على المستشفى. انا مش فاهم حاجه، انا مش حاسس بحاجه، انا شايف ايدي مفتوحه جامد، العظم باين. ربنا يا رب ما يكتبها على حد. يا رب. عايز اقول لكم بقى امتى انا حسيت بالوجع. يعني انا كل اللي انا بكلمكم فيه ده انا ما كنتش موجوع، ما كنتش حاسس باي حاجه، انا شايف بس دم وايدي مفتوحه وامي عماله بتجيب في الفوطه وتغطي لي ايدي عشان توقف الدم. وكل ده كل ده انا مش حاسس بحاجه. امتى انا حسيت بالوجع؟ اول ما رحت المستشفى والدكتور شافني وقال لي ده لازم عمليات. انا بطني كركبت، قلت ايه ده؟ ده انا لسه شباب، انا عمري ما دخلت العمليات، انا عمري ما بدخل المستشفيات اساسا. يوم ما ادخلها في العمليات. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا لما بيدخل شوكه في ايد البني ادم او في صباعه او في اي حاجه، انا عايز اقول لكم انه بيؤجر عليها، بتكفر عن سيئات. الحمد لله. لو ربنا ابتلى اي حد باي حاجه في الدنيا، اي ابتلاء في الدنيا بيكفر من السيئات، بيزود في الحسنات. الحمد لله على كل اللي بيجيبه ربنا. انا اللي بتمنى بقى دلوقتي ان شاء الله ان انا لما يجي الدكتور يفك لي السلك ده ما يقوليش ادخل العمليات، لا ياخدني في المكتب الجميل اللذيذ بتاعه ويفك السلك. وعايز اقول لكم على حاجه كمان برضو، ان في ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. كل حاجه تحصل في حياتك قول قدر الله ما شاء فعل والحمد لله، اللهم لك الحمد، وترضى بقضاء ربنا. عشان لو ما رضيتش بقضاء ربنا مش هتاخد غيره. ما انت مش هتاخد غيره، فانت خليك راضي عشان تبقى مبسوط، يبقى بمزاجك احسن ما يبقى غصب عنك. ما هو كده كده هيحصل. احنا بقى ايه، عايز اشوف الايدي دي هيبقى شكلها عامل ازاي. يعني ربنا يستر، واللي انا خايف منه ما تبقاش باينه قوي في ايدي، ما تبقاش حاجه كده اللي هو تبقى مقززه. عشان انا مش بحب الحاجات دي، فان شاء الله مش هيكون في حاجه. انا عايز اقول لكم بس حديث قدسي بس كده اخير، معلش قبل بس ما حسن يقفل الكاميرا عشان هو مستعجل وشكل ايده منمله ووجعاه. فانا عايز اقول لكم دلوقتي ايه، ان ربنا بيقول يا ابن ادم ارضى بما قسمته لك، فان لم لو ما رضيتش باللي ربنا قسمه لك مش هتاخد من الدنيا غير اللي كتبته لك، ولو سلطنا عليك الدنيا
تجري فيها جري الوحوش. يعني انت في الاخر لو مرضتش باللي ربنا قسمه لك مش هتاخد غير اللي ربنا قسمه لك، وهيسلط عليك نفسك وهيسلط عليك الدنيا وهيسلط عليك كل حاجة. فأي حاجة تحصل في حياتك لا قدر الله، انت ماشي كده وحصل معاك اي موقف في الطريق، اللهم لك الحمد الحمد لله، لا قدر الله مش هفعل. خلي كلمة الحمد لله دي دايما في بقك. انا بقول الكلام ده ليه؟ مع ان في ناس كتير عارفاه، انا بقوله عشان خاطر في اطفال بتشوفنا وفي سن صغير بيشوفنا، فاحنا عايزين نعرفهم الحاجات دي لان حاجات دي اساسيات مهمة جدا جدا في حياتنا. طبعا يا جماعة دلوقتي حسن واقف مرعوب ومخضوض وعمال يقول استر يا رب، بس انا عمال اقول له حاجة سهلة وبسيطة على فكرة ما بتوجعش خالص. الحمد لله احنا سألنا الدكتور قال لي لا ما فيش عملية، فلا احنا مش ندخل العملية، ما بتقلمش خالص، بس احنا مستنيين دلوقتي بس على ما يدخلوا دوره يعني. اللحظة الحاسمة. اللحظة الحاسمة. ربنا يستر. بس عادي تفك من غير بنج عادي؟ لا بيفك. إن شاء الله هتكون سهل. إن شاء الله. أهم حاجة المريض يكون بيتحسن. بس ما يقعدش كده. ربنا يستر. بس هي قفلت خلاص لمت؟ يلا يا باشا الحمد لله على السلامة ومبروك. ربنا يسلمك. طبعا أنت فرحان دلوقتي. الحمد لله بس للأسف للأسف يا جماعة هي في حاجة بسيطة لسه ما فتحها ما لمتش، في فتح كده من فوق فيها لسه فيها يعني مفتوحة سطحيا كده من فوق، بس الحمد لله هي قالت ان هي هتفك على طول يعني، او مش هتفك انا متلخبط هتلم على طول ان شاء الله هتقفل على طول. الحمد لله خير خير الحمد لله. هي بس حطت لي دي كده عشان خاطر بتقولي على ما تروح حطت لي مرهم، ولما روح قالت لي شيل عادي اللزقه وشيل الحاجات دي وعيش حياتك طبيعي وما تجيبش عليها ميه. اهم حاجه بقى دلوقتي يا جماعه الناس اللي بتتفرج علينا بقى وخبره في الحاجات ديت او مر بالمشكله ديت او بحاجه زي كده، احنا عايزين نوع مرهم يكون كويس للتجميل علشان خاطر ما تبقاش ليها اثر في ايده. لو حد فيكم يعرف اي حاجه للتجميل يعرفنا بيها، ولو حد مر بالموضوع ده ان هو يكون عنده جرح ويفضل يعني بعد ما يفك الغرز يفضل برده مفتوح من فوق سطحيا كده يعرفني وعمل ايه معاها ان شاء الله خير. يعني عشان بس انا مش عايز يبقى في مشكله في ايدي او يفضل في اثر كبير موجود بسبب حاجه انا غلط عملتها، بس فانا عايز اطلع من الموضوع ده باحسن نتيجه بالله عليكم عشان انا هيتعبني نفسيا. الحمد لله. بس الله يسلمك يا دكتور، انت لابس البلطو ليه؟ ما عشان دكتور بقى. خد. هو اي دكتور صحيح يا دكتور بيلبس البلطو؟ اي دكتور يا دكتور بيلبس بلطو؟ ايه كلمه الدكتور دي؟ ما عشان دكتور لازم يلبس بلطو، ما هيلبس ايه؟ طب هو الدكتور بيلبس بلطو ليه؟ تصدق ان انا مسالتش السؤال ده قبل كده؟ بس هو يعني علشان بيبقى فيه يعني جيوب وحاجات و... لا مش عشان الجيوب، عشان هو لازم يبقى ليه زي عشان لما حد يشوفه يعرف ان ده دكتور. الحمد لله. بس قصدي الله يسلمك. ايه الاخبار؟ شفت اللي حصل فيا؟ ما انا جاهز اهو. اهو هو عملت ايه؟ فكت الغرز وخلاص وحطيت اللزق اللي قالت لي في الكلام ما تربط. ربطتها تاني ليه؟ ما هو احنا بعد ما فكينا الغرز لقيناها مفتوحه من فوق سطحي. قالت لك استعمل ايدك عادي ميه وبتاع و... هي قالت لي عيش حياتك طبيعي بس على قد ما تقدر ما تجيبش عليها ميه. حاجه صغيره بس حاجه بسيطه. بس بما ان انت انا يعني احنا ليه خرجنا ورحنا للدكتور؟ ما هو الدكتور يحيى اهو. انت امشي كده صحيح؟ بس ده دكتور سينا. ده انا مستعد استلم دكتور. يعني ازاي يعني عندنا دكتور قد الدنيا يعني وانت رايح للغير؟ انا لابس له لابس البرص لابس له. طب ايه اللي جاب الدكتور السنان لدكتور الجراحه؟ الدكتور دكتور في حاجه ممارس ممارس الدكتور بيعمل اي حاجه. تعالى لي بس يلا كده يلا قدامي يعني سرير فاهم ولسه البس لك حاجه. لا ده بالمستشفى الكلام ده روح. انا دكتور باجي بيوت عادي ما عنديش مشكله قدامي. اطلع اطلع في اوضتك كده اتفضل يلا. هتعمل ايه؟ بص انا اسمعك بقى هتعمل ايه؟ هلعب البخت. العب مع ويجز. انا مالي انا ممكن ابقى كده لا 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 ما ينفعش دي حاجات محتاجه ناس فاهمه. يعني انا بفهم. لا انت مش فاهم. انت بتفهم في الطب؟ ايوه طبعا. بتبقى احلف ان انت بتفهم في الطب. اسمع كلام اخوك. اسمع كلام علي. انت بتفهم في الطب؟ لا ولا انا والله بس بنحاول مع بعض يعني بناخد وندي. يلا بس يلا يلا يا دكتور هتعمل ايه؟ هيتعلم حاجه. هيتعلم في ايه؟ هو انا ناقص سبرت بتعلم في ابوك والراجل ما اتكلمش. اه كان بيعمل له اسنانه عند الدكتور محمد. وكنت عامل لامك وكنت عامل لامك بتاع ده اسمه ايه؟ خندير. خندير. انت مش عارف انت عملت لها ايه؟ كنت هقول لك فك يا اسطى. يلا فك. لا لازم تطلع لي على السرير واتنام. لا لا ما ينفعش. انا عايزك عايزك يعني ايه مستلقي. لازم اكون نايم يعني؟ اه لازم تكون نايم على السرير. يا عم يلا يا عم. يا ابني الحاجه بتاعتي جوه. حاجتي ادواتي جوه. ادواتي ايه؟ ادوات العده يا ابني. ادوات والله انا اللي شايلها. انت كده مستقل بيها حسن على فكره. مش مستقل بيه بس هو بافور. الجرح هيتلوث. هيحسسني ان انا تعبان. يا ابني قوم اقعد. طب استنى بس العده بتاعتي جوه. خلاص يا دكتور استنى. لازم الجلافز والماسك مش لازم. ده ارفع ايدك فوق. ارفع ايدك فوق. انت اللي تنزل لايدي مش انا اللي اطلع لك. انت فاهم في الطب؟ لا
لا انا سيبنا نتعامل. اول عمليه جراحيه للدكتور يحيى يا عم الجرع بايد ايه بتاع بقك معلش بقى اللي بيحب ربنا يقول ايه اول عمليه بس خلي بالك عشان الجرع مفتوح لسه فك يلا يا دكتور يعني بالراحه واحده 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 الجرح يفك انت خايف لا انا خايف ما انا في دكتور معايا قد الدنيا اللزقه بتشيل شعر ايدي يا بص بقى بيهزر واحنا في يا دكتور يحيى أيوة. اللزقه بتتفك من عند ايه كده تروح شديتها بره يا راجل انت فاهمه في الطب هل لا بس انا بفك لزقه ايه فاهمه في الطب بفك لزقه واحد مش هتقولي مش عايزه ترد اهو خلصت النبي يا عم شده واحد اخ يا بتشيل شعر بجد والله فعلا ايوه والله بتشيل شعر ايدي ايوه 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 حد شو خد باله اهو اهو بس 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 طب انت منيمه في الارض ليه انت كده بتحس هو اللي نام والله انا كنت عايزه على السرير عشان اخد اللقطه قام انت عشان دكتور وسرير وبتاع والبس جلافز والله دكتور يقعد على الحشيشه حسبي الله الحمد لله بس بيشد مره واحده ازاي عشان بعدت عن الجرح بقى بغيظه وريني بقى كده طب اقوم بسيطه يا جماعه ان شاء الله ممكن اقوم الحمد لله لمت ايديك يا ام قومين لا بس في حته لسه صغيره ما فيهاش لا الحمد لله لمت الحمد لله بصي الحمد لله بس لسه مفتوحه برضه لا الحمد لله بس الحمد لله ده خربوش احمد ربنا خربوش يا عم احمد ربنا والحمد لله جت بسيطه وحاسبنا عشان محتاج امشي ايه ده انت بتعمل الشويتين دول عشان تقلبه يلا ده لا علوكوا هنا بص ما غركش البر قول له عايز احط بنزين بسم الله الرحمن الرحيم يا عم انت لسه اصبر عشان تاخد رزقك بالحلال يا دكتور كده يبقى نقفل البولت انا هديك رزقك بالحلال انا هقدر تعبك تاخد كريتيد يا دكتور لا يا عم انا بحب الكاش انا لازم اديك حقك كامل متكامل عشان خاطر والله مش ما تدس على نفسك يعني الدنيا خمسة جنيه ولا حلاق خمسة جنيه هو الحلاق بياخد خمسة جنيه لا اصله جاي يحط لي في جيبي عمال يقعد يدي نهزر خمسة جنيه يلا لسه برضه يلا انا اول ما لقيتها مفتوحه دخه مسكت لا ما فيهاش حاجه الحمد لله يا عم بسيط الحمد لله تلعبش فيها بس وما تجيبش عليها ميه برضه لحد ما تقفل خالص هتربطها ولا مش هتربطها لا يتعامل بقى كده بس يحافظ عليه اسال الدكتور بقى عشان تنشف اسال رد اعمل ايه يا دكتور ايه رد لا هو اتصدم اديله 5 جنيه اعمل ايه ادفع سيبها هتخف ان شاء الله تبقى كويس ما تدلوش معلومه الف سلامه عليك ان شاء الله ما تدلوش معلومه هو عنده معلومه عشان يديهالي في دكتور بخمسة جنيه يعني هو الدكتور بينيم المريض على النجيله ايه يا عم احنا مش هنخرج ولا ايه انا كسلت لا كسلت ايه قوم انا مش هتنزل عن الخروجه النهارده انا عايز اخرج انا زهقان ما ماليش مزاج اصلا يا عم قوم انا مش هتنزل النهارده عن الخروجه خليها بكره ليه ما ايدي اصلا حاسس ان لسه فيها وجع يا عم قوم بس قوم وبعدين انا ضايقت لما شفتها ده جميله ما فيهاش حاجه قول الحمد لله عامله ازاي يا عم هتقفل بس قوم عارف انت بس لما تصيع شويه كده وتلف وتتفسح هتلاقيها فكت خليها بكره يا عم قوم خليها بكره وناخد اليوم من اوله انا هعزمك على حسابي طيب بس قوم لو بكره انت اللي هتدفع يا عم انا كسل انا مش قادر اقوم اغير هدومي طب قوم بس مش عارف تعالى زي ما انت كده بهدومك كده امشي زي ما هوديك الاهرامات وهلففك وهدلعك النهارده هروق عليك قوم ماشي ما دام الاهرامات ماشي استنى بس اقفل اللابتوب ده اقفل الباب يلا يا باشا انا هروق عليك بصوا بقى يا جماعه انا النهارده هروق على حسن ولو عجبكم الفلوج قول الله ينور يا محمد وكان فلوجي جميل و 100 100 ولايك ده لمحمد والفلوج بتاعه يعني هنروح الاهرامات زي ما رجلنا تودينا بقى وناكل بره وناكل بره بقى ماشي ونجيب ايس كريم مش انت اللي عازم انا اللي عازم يبقى هنجيب ايس كريم يا عم لو عايز تاخد الفيزا لو انت عايز تاخد الفيزا وتخليها معاك وتجيب اللي انت عايزه مش هسيبها لك مش هسيبها لك يلا بس يا سيم بص ازاي طب بص كده ليه طبعا يا جماعه انا قلت لحسن ان انا النهارده هروق عليك وهبسطك والفيزا بتاعتي تحت بس رجلك بس انت اللي تسوق بص يا جماعه عايز اقول لكم الطريق اليمه الثانيه واقف ازاي حسن اختصر كده ودخل دخلت من وسط الميكروباصات دخلت من وسط الميكروباصات عشان ابعد اهم حاجه دلوقتي بقى ان انت تكون مبسوط ومرضي وان محمد مروق عليك على الاخر انا شكل حلو في النضاره دي قمر قمر من يومك
الحمد لله. ان شاء الله احنا اهم حاجه عايزين نركز عليها نروح نشوف جدي ابو الهول نايم ولا صاحي. حسن جعان دلوقتي يا جماعه، هنزل اجيب له عصير قصب عشان هو دلوقتي جعان والجو حر. بص انا فاتح القميص ازاي، انا لا الملامه كنت فتحت كله. الجو يا جماعه الصيف السنه دي جاي، يعني الحمد لله رب العالمين الصيف السنه دي جاي فعلا حر جدا جدا جدا. فانا عارف ان انتوا كلكم قاعدين دلوقتي يا بتشغل المروحه يا مشغل التكييف. وسبحان الله يعني انا لما باجي انام انا لازم اتغطى، بتغطى ببطانيه كمان، مش بمفرش او بالحفه. خلي بالك يا حسن الله يكرمك، خلي بالك يا باشا ما تقلقش ان شاء الله خير. خلاص كده يا جماعه احنا نزلنا ووصلنا هنا اهوت، مستنيين بقى في حد حبيبي كده جاي وجايب معاه طقم جمال جميل كده زيه. عايز اقول لكم يا جماعه ان الرجوله كلها ويعني احسن حد في نزله السمان، وتحيه لكل اهل السمان يعني واحد واحد عشان برده ما نزعلش اهل المنطقه، كلكم ناس جدعان ورجاله. طقم جمال ربنا ييسر، هطلع ازاي بالجمل وبايدي دي؟ مش انا قلت لك روق عليك؟ الجبل سفينه الصحراء وانا اسد الصحراء، مش هنركب على بعض. ان شاء الله يبقى يوم جميل وهتنبسط وانا هنبسط. انا متلكك، انا عايز اخرج اصلا. ان شاء الله تمام. احنا يا جماعه مستنيين الجمال، ربنا يسهل ان شاء الله تيجي بالسلامه. هي بس تيجي، هي تيجي ليه يا باشا؟ انا موصلك على طعم جمال من الاخر، واكل وشبعان ومتغذي. ربنا يستر، ربنا يستر ما يقرقشنيش. ادينا بنتسلى برضو وبنحاول نشرب حاجة عشان الجمل والصحراء والشمس والحر. احنا دلوقتي داخلين الصحراء وداخلين في وسط الجبال، فاحنا لازم ايه نشرب حاجة كده عشان نقدر على السفر. نقدر على السفر. انت طالع فين؟ انت طالع فوق شوية وراجع تاني. طالع نازل السمان وجاي. احنا دلوقتي بنحاول نقنعه ان هو يركب معانا، ولسه في نعمة صغيرة، فربنا يسر عشان ما يبوظش علينا الخروج. هيبوظ علينا اليوم. بص يا ياسين، مش انت راجل؟ انت عايز ماما؟ ما انت مش هتعرف تركب مع ماما، هتمسكك ولا هتمسك هو نفسها. بص بيبص ورا وبيقول عايز ماما، يعني انت خدت بالك؟ تعالى يا سين تعالى، حسن ده وحش، انا هركبك الجمل الحلو. قول له امشي. امشي انا؟ اه قول له امشي. امشي انا؟ قول له امشي من هنا. خلاص انا همشي. يلا انا رايح مع خالو محمد. بص طبعا يا جماعه احنا عملنا المهمه دي باعجوبه، يعني احنا بقالنا نص ساعه عشان نوصل للدرجه دي. بص ده جاي فين؟ انت بتحبه؟ قول له انت حبيبي يا جمل. قوله انت حبيبي، قوله مش بخاف منك. بص الجمل يا ياسين هو حلو يا حسن، بس الجمل حلو جميل. اسأل نعمة كده، عايز اجيب نعمة. اه بقولك حلو، عجبك حلو الجمل يا ياسين؟ طب انا هسألك سؤال يا ياسين بس تجاوبني بصراحة بما يرضي الله، انت شتمت عليا كم مرة لحد دلوقتي؟ طبعا دلوقتي يا ياسين من كتر الخوف انا حاسس بيه، بس طبعا يا جماعة انا لازم نجرأه عشان ما يطلعش جبان، لازم يطلع شجاع كده زي خاله محمد. شتا بطل زي خاله؟ كده يا جماعة احنا طلعنا الجبل اهوت الحمد لله بقى، وهن ايه هنلف لنا على الجبل شوية. مبسوط يا عم حسن؟ انت مبسوط؟ انا مبسوط. مبسوط يا ياسين؟ حلو الجمل؟ ما بقتش تخاف صح؟ لا بصراحة يا جماعة المنظر هنا تحفة. طبعا يا جماعه منظر الخيل هنا والجمال والحضاره بقى مصر. اجري. لا جمال اصيل. اي حد لسه ما جاش مصر لازم نيجي مصر، لازم تيجي مصر وبسرعه وتركب الجمل الجميل دوت وتطلع في المنظر التحفه دوت. المكان هنا مش ناقص غير حاجه واحده يا حسن. احنا كده طالعين في اعلى نقطه في الجبل، لسه فوق خالص. المكان ده مش ناقص غير حاجه واحده. ايه؟ لو جدع وايه ايه؟ حله محشي عكروت. تخيلوا كده لو حله محشي في الجو الجامد دوت كده يا جماعه مع الجمل اللذيذ دوت. بالراحه على ايدي مفتوحه، ايدي مفتوحه مش عايزه تتفتح تاني. بس وضع النزول اعلى من الطلوع، النزول حلو قوي جميل صح؟ بيخوف؟ جدع يا ياسين جدع. ده ياسين راجل. برافو. الجو من فوق متعه، احساس ان احنا في اعلى قمه هنا في الاهرامات. اختيار صح، الجمل حلو بصراحه يا جماعه. اللي ما جاش لحد دلوقتي عشان الاهرامات هنا من بره مصر فاتوا نص عمر، فاتوا كتير. محمد للاسف ما جابش معانا نظاره فالشمس كانت عينه، وانا للاسف ما جبتش معايا جاب فالشمس كانت دماغي. تيجي نبدل؟ لا ده عيني احسن من دماغي. الناس اللي تركب خول ده كان نفسها تركب خير والله يا جماعه، انتوا عارفين اني خيال قديم، بس للاسف انا ومحمد مش لوحدنا، فاللي معانا مش هينفع ان هم يركبوا الخيل. بصوا الاهرامات هنا اهي، شايفين الثلاث اهرامات والصغير اللي هو هناك اهو. انا عايز اقول بس معلومه صغيره، طبعا عشان احنا على مدينه بقت عاد الساعه 4، فاحنا عشان كده كده من هنا ممنوع ان احنا ندخل جوه.
احنا واصلين هنا الساعه 4:10 بالظبط، فقالوا لنا خلاص كده الاهرامات قفلت والدخول بيبقى اخره لحد الساعه 4. خيال من يومك يا محمد. هو بيمشي ازاي؟ لو عايز يمشي يعمل ايه؟ سيب اللجام، سيب اللجام يمشي واضربه برجلك. ايوه بس عشان يقف بقى تشد اللجام على الاخر. بس جدع يا مروان. على فكره يا جماعه رغم ان هو سنه صغير ما شاء الله عليه، بس الله اكبر خيال خيال يعني، انا حبيته بصراحه. بص الفيديو ده لايك حبيبي يا مروان. يلا يا باشا عشان الاكل زمانه وعلى وصول. انا عايزك بقى في الانجاز عشان انا خلصان. انا عايز اقول لك بص بقى تعالى بقى عشان افرجك على اكل الناس هنا. الناس هنا عايز اقول لكم يا جماعه اللي انزل هرم هنا احسن مكان في الدنيا. طبعا احنا عايزين نشكر ابو السيد هنا، الراجل ده يا جماعه حد عسليه قوي هتحبوه. اللي يجي هنا بس يسال على كافيه محمود ابو عطيه والناس دي هتعمل معاه صح. انت قول له بس انت تبع حوره. بص يا حسن، انا عايز اقول لك بص يا حمام ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يعني الله اكبر. احسن تقول له تبع حوارات هتاخد حمامه قد دي. احسن حاجه هنا بقى يا جماعه ادابهم واحترامهم واخلاقهم ويعني لا وكل حاجه. بص احنا قاعدين اصلا والاهرامات فين لسه احنا يعني الاهرامات إيه؟ دي بتنور دلوقتي احنا كمان. احنا اول ما بنيجي بنيجي هنا على طول. مش محتاج ان انا اقول لكم اتفضلوا معايا عشان انتوا اكيد دلوقتي هتتفضلوا معايا. ده الغدا بتاعنا النهارده طبعا محشي. طبعا يا حاجه يا امي انا عايز اقول لك ان المحشي بتاعك لا يقال عليه، بس المحشي هنا حلو برده. ورق العنب اهو واكل مشكل بقى. والحمام طبعا محمد وراكوا الحمام بس عالمي يعني ما شاء الله. والكفته بقى وكل حاجه. بص بقى الكفته ده يا زيدي يا زيد. خلاص يا جماعه احنا كده خلصنا وروحنا والحمد لله انبسطنا والحمد لله كان يوم جميل جدا. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا. وعايز اقول لكم بقى عايز التعليقات كلها بتدي الحسن ربنا يا رب كده تمشي فيها على خير. هو دلوقتي بيغير هدومه فمش هينفع ان انا اصوره، فانا اقول لكم لوحدي بقى نشوفكم على خير. ما تنساش تحط اللايك للفيديو قبل ما تخرج وتشترك في القناه عشان نوصل ل 3 مليون مشترك. خلاص احنا داخلين اهوت وقربنا. ونشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. Yes.